السلام عليكم. عدن العاصمة المؤقتة تبدو محط اهتمام عيون اليمنيين وتركيزهم في اللحظة الوطنية الراهنة، خصوصا المؤمنين بمشروع استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب. في الأيام الأخيرة يبدو مشروع الدولة غريبا في عدن ووحيدا في اللحظة ذاتها على الثلاثة المستويات الرئاسية والحكومية والسلطة المحلية برئاسة المحافظ عبد العزيز المفلحي الذي حضر إلى عدن بعد تعيينه ثم غادر ولم يعد. على صعيد الخدمات تنتظر عدن حضور الدولة من الناحية الخدماتية، خصوصا تلك التي تتعلق بيوميات المواطنين في المدينة الساحلية التي تنتظر الكهرباء كما تنتظر شهر رمضان والأيام التي تشهد فيها ارتفاعا في درجة الحرارة لتصبح الكهرباء ضرورة صحية. أما على الصعيد الأمني فقوات الحزام التي تقدم نفسها بديلا أمنيا لحضور الدولة وتختطف الناس خارج القانون تبرز كإشكالية أمنية جديدة وعبء مضاعف لحضور الدولة التي تنمو في عدن وتقف الكيانات الموازنة حجر عثرة في طريقها الذي لا تنقصه المخاطر. وهنا نتساءل إلى متى يستمر فراغ الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، وما هي التأثيرات السياسية التي خلفها مجلس عيدروس على حضور الدولة في عدن، وما مخاطر بؤر التطرف التي تنمو برعاية إقليمية في معسكرات الحزام الأمني، وكيف تحول رجال الدولة سابقا إلى أدوات تسعى للانقلاب على الشرعية. مشاهدينا الكرام، عن الشرعية في عدن وصراع حضور وإثبات الوجود ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، والتي سأناقشها مع ضيفي هنا في الاستوديو المحلل السياسي حسن مغلس، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ حسن، أهلا بك معنا في حلقة المساء اليمني. قبل أن نبدأ نقاشنا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. على وعد مع السلام تعيش عدن أياما قلقة بانتظار انتصار الدولة، إلا أن المدينة التي أصبحت عاصمة مؤقتة منذ تحريرها من الاجتياح الحوثي لا زالت تئن تحت وطأة الضربات القاتلة للجماعات الإرهابية وفراغ حضور الدولة. منذ أيام قليلة سقط شاب عشريني مضرج بدمائه بتهمة الإلحاد، وأشيرت أصابع الاتهام لقائد معسكر 20 التابع للحزام الأمني. وعلى خلفية الحادثة اعتقل بعض الصحفيين ممن حضروا عزاء الناشط السياسي أمجد عبد الرحمن محمد بنفس التهمة. يضع غياب الحكومة الشرعية أكثر من علامة استفهام، خصوصا عقب الزيارة القصيرة للمحافظ عبد العزيز المفلحي الذي ترك المدينة بعد مؤتمره الصحفي، ورغم أن الزيارة على قصرها قد تركت الكثير من التطمينات على مستوى الشارع العدني في اختيار الرجل المناسب في إدارة ملف العاصمة المؤقتة في هذه الظروف الحرجة، إلا أن غيابه باعث القلق مجددا. ملامح الحزن وظلام التطرف تكتسي شوارع المدينة، لكن هذا ليس كل شيء، فقبائل الصبيحة التي حشدت مقاتليها في ساحة العروض للمطالبة بالقصاص من قاتل أحد أبناء القبيلة هي الأخرى تلقي بالاتهام على قوات الحزام. وكما يبدو أن قوات الحزام الأمني باتت اليوم تقدم نفسها كبديل للدولة وتعكس مدى التوتر الذي أصاب الشارع العدني، خصوصا عقب إعلان المحافظ السابق لعدن عيدروس الزبيدي تشكيل مجلس سياسي اعتبر انقلابا على الشرعية والتحالف. وفيما ينتظر الشارع العدني شهر رمضان والوعد الذي قطعته الحكومة بتوفير الخدمات الأساسية وعلى رأسها توفير الكهرباء، يبدو أن بؤر التطرف التي تنمو برعاية الرئيس المخلوع أو تلك التي تحظى برعاية إقليمية في معسكرات الحزام الأمني لن تسمحان بتوفير الأجواء الآمنة لهذه المدينة المتعبة. إذن أستاذ حسن، يعني فراغ الدولة في عدن، هل يمكن لنا القول أن هذا هو العنوان الذي يمثل هذه المرحلة في عدن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فراغ الدولة شيء مؤلم جدا، لكن هناك تساؤل، ما الذي يضغط على الدولة أن تترك هذا مقرها الأصلي ويدفع بها إلى الرياض؟ هل لمجرد الترف أم هناك ضغوطات حقيقية تمارس على الدولة بكلها، على شرعية الدولة كلها؟ هناك ضغوطات مليون في المئة، ضغوطات تمارس لا تدع للدولة أن تعمل. المحافظ، من هذه الضغوطات؟ سنأتي إليها. الضغوطات هي طبعا إقليمية، والأصح أحد الحلفاء في التحالف. الضغوطات اللي تمارس على الرئيس عبد ربه، حتى على من يعينهم المفلحي، نزل واستبشرت عدن خير،
يعني سنبدا بنهضه جديده ونتلمس يعني ما نعاني من مشاكل. فاذا به الرجل لا يستطيع ان يباشر ان يدخل من باب من بوابه مكتب المحافظه. لماذا؟ لان عناصر عيدروس الزبيدي لا تسمح بذلك. اذا هذه العناصر ما الذي اعطاها هذه القوه بحيث تمنع ولا وتسمح دون يعني فوق قوه الرئيس؟ نحن لا نقول ان الرئيس ليس له قوه، عنده قوه وقوة قد تكون ضاربة، ولكن هو يؤجل أو يؤخر المسائل هذه لأنه عنده 4 ألوية عسكرية رئاسية، عنده يعني جامعة الصبيحة الآن أثبتوا للعالم أنهم ليسوا من ضمن الإطار اللي يتحدث عنه عبد العزيز بيدي أنه عميد المقاومة الجنوبية وهو ليس عميدها، هو مختص كان في قتاله في الطالع فقط، فهو ليس عميد المقاومة أساساً. وهناك عناصر كثيرة تقف مع الرئيس، ممكن تقف معه في لحظة. إذن ما الذي يؤخر؟ الذي يعني يؤخر هي حل. نعم. لابد من حل، لابد من ضغط سعودي على الدولة الإقليمية تقف عند حدها. يعني هل يعقل أن هذه الضغوط تمنع الحكومة والرئاسة من التواجد في عدن؟ هي رئيس الوزراء في تصريحاته الأخيرة قال سنعود، ولو أنه كان يجب عليه أن لا يذهب يناقش الحوثي وأصحابه في داخل ألمانيا، ليسوا أولى من عدن الحقيقة، نقول هكذا، هم ليسوا أولى من عدن، قد ضيعوا وقتنا الكثير الحوثة، ولكن يستجيبون للضغوطات الألمانية والأوروبية للتفاوض مع علي عبد الله صالح والحوثي في داخل ألمانيا. كان ليس من الضرورة، انتبه لي المنطقة العاصمة، عاصمتك الآن أنت خارج منها، يعني كان يفترض أنه نترك هذه الأعمال الجانبية وانتبه العاصمة الآن، الناس تئن، الناس لا تجد لا كهرباء لا ما مرتبات متأخرة، الحالة المرضية الكوليرا الآن تفشت، لا يوجد محافظ، لا يوجد أمن، لا يوجد رئيس دولة، كل هؤلاء الأمور تدار بالبركة وبطيبة الناس الموجودين داخل عدن، يعني الناس عادة طيبين ماشيين في الموضوع هكذا. لكن نحن ندعو كمان أبناء عدن أن لا يستجيبوا لهذه الترهات الحشود، نحن ليسنا بحاجة الآن للحشود، الآن يوعدون الناس بالحشود في 21 مايو، ماذا نريد بالحشود؟ ماذا سنصنع بها؟ حشود استعاد دولة، أي دولة؟ شعار استعادة دولة الدولة الجنوبية، أي دولة جنوبية؟ حتى لا يسمونها حتى بالمسمى الحقيقي، يسمونها الجنوب العربي، أي دولة هذه اللي تحدثون عنها؟ فأملوا الشارع كله شعارات زائفة لم تغني ولا تسمع ولا تغني من جوع. المواطن أصبح بلا كهرباء بلا ماء، وللعلم المحطات متوفرة، هو قليل ديزل يصب عليها ونمشي، نحن عارفين الموضوع كله، إنه الموضوع موضوع ديزل، يعني مسألة شراء، من يعرقل؟ يعني من يعرقل حركة النظافة؟ من يعرقل الأموال؟ أتت مليارات، أين ذهبت؟ يساءل هذا فيها المحافظ. المحافظ أعطي فرصة لم يعطها أحد سنة ونصف، أكثر من سنة ونصف، واليوم يوم يتم تغييره يقلب البلد أبسايد داون رأساً على عقب، بأي حق هكذا يعمل هذا الشيء؟ عينه عبد ربه فيقوم ينقلب على عبد ربه؟ إذن ألا تخشى الشرعية يعني وأنت تتحدث عن وجود قوة لها من صراع معين داخل المنطقة؟ هذا وارد، هي الآن الشرعية يعني رئيس الدولة والشرعية تتصرف بتصرف المسؤول، يعني إدخال إقحام البلد في معركة جانبية، وأنت الآن في مواجهة مع علي عبد الله صالح، من تخدم بهذا العمل الذي قمت به بالانقلاب المسمى بالمجلس؟ وللعلم هو لم يستجب له إلا المدفوعون من أبناء الريف، لأنه عدن ما استجابت، الساحة لم تملأ، فقط من دفع بهم من الأرياف من أجل أن يغطوا لهذا، ولكن عدن المرة هذه لم تستجب، لأنه خاصة بعد عودة المحافظ، يعني كان في نوع من يعني يعني الغضب والغيظ، انه يلا استبشرنا خير، جاء محافظ بيصلح الاوضاع. فالان انا متابعتي للتواصل الاجتماعي بدات النبره من ابناء المنطقه ابناء عدن يعني تغيرت الى حد ما، تغيرت ضد هذه المجالس الزائفه الذي لا يعني مدفوع، طبعا هي اكيد هو مدفوع دفع، يعني حتى الان هؤلاء اللي تشكلوا 26 واحد يعني هذا اليوم يصرح انه مع المجلس، وثاني يوم يصرح انه خارج المجلس، من حتى الدوله هذه التي تدفع بهم جعلتهم بلا قرار. نعم. لم يصبحون بيدهم قرار. إذن اسمح لنا ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور نجيب غلاب رئيس منتدى الجزيره العربيه للدراسات من الرياض. مساء الخير دكتور نجيب. يا مساء الخير والعافيه. أهلا بك دكتور، يعني كيف تقيم المشهد في عدن خاصة بعدما عرف بالمجلس الانتقالي حتى اللحظة؟
المجلس الانتقالي أربك المشهد بعدن كثيرا، لم يحقق الأهداف التي رسمت له، وتم يعني شبه إجهاض أو يعني إعادة هذه الاندفاعة المتهورة التي تمت بدون أن يكون هناك حسابات واضحة، ويبدو أنها ردة فعل غاضبة، ولم صحيح أنه هناك من يرى أنها خضعت لدراسة بشكل أو بآخر، لكن أنا تصوري حتى لو خضعت لدراسة اللي خططوا لهذه الفكرة أربكوا المشهد بشكل عام، ليس داخل عدن وإنما في اليمن بشكل عام، ووسعوا باتجاهات تفجير صراعات لا معنى لها اليوم إلا إعاقة المعركة. وبالتالي اليوم المجلس الانتقالي أمام معضلة غير قادر على أنه يحلها. هو يقول هو مع في البداية أعلن البيان رقم واحد، ثم عاد مرة أخرى نتيجة رفض واسع لهذا المجلس، يقول أنه سيعمل تحت يعني الشرعية، وهو يعترف بشرعية الرئيس هادي، لكن ما زال هناك إصرار على المبادئ والأهداف التي وضعت في بيان عدن التاريخي، وأيضا الواردة في البيان الذي يعني أعلنه عيدروس. لكن بالأخير من ناحية واقعية لم يعد قادر على العمل، لأنه هناك القوى الأمنية والعسكرية والسلطة المحلية إذا هيمن عليها وأصر على أهدافها فهو ساعي باتجاه الانقلاب. التحالف هو اليوم هو الأكثر تأثيرا اليوم في عدن، وبالتالي ما يمكن لهذا المجلس أن يصل إلى أهدافه إلا إذا وافق التحالف، والتحالف رؤيتها واضحة في هذا. ما هي أهداف المجلس يا أستاذ؟ يعني إذا كان يعني تقول له أنه أربك المشهد، هل هناك أهداف غير معلنة لهذا المجلس؟ المجلس هو انعكاس للأهداف المعلنة لجماعة فك الارتباط، هذا الأمر واضح، لكن صار هناك تداخل في بنية هذا المجلس، فهناك من الأطراف المؤيدين لفكرة اليمن الاتحادي جزء منهم موجودين داخل هذا المجلس، بالذات بعض المحافظين وهم ملتزمين بالشرعية، لكن انخراطهم داخل هذا المجلس بأهدافه وطبيعة تكوينه والمآلات التي أدى إليها، هم بالأخير عملية يعني إرباك فقط، وعملية إرباك للشرعية وإرباك حتى لحركتهم في الميدان، وبالتالي هو أحدث خلل كبير في الجنوب، لأنه المشكلة الآن لم تعد فكرة شمال وجنوب من خلال المجلس الانتقالي، هذا نقل الصراع من شمال وجنوب ونقله إلى الجنوب، وهذا خطر كبير على المعركة، وأيضا سيؤثر بشكل سلبي على القضية الجنوبية. نعم دكتور، يعني قوة الحزام الأمنية التي تقدم نفسها بديلا أمنيا لحضور الدولة، تختطف الناس خارج القانون وتحاكمهم أيضا، يعني ربما أنت أسميتهم بما يعني بالكيان الموازي، ما مخاطر هذا الأمر؟ أنا أعتقد أنه إنشاء كيان موازي في عدن باسم التحرير وباسم المقاومة خارج إطار الأهداف الكلية لعاصفة الحزم وباتجاهات متعارضة مع الشرعية، لا يعني تأثيراتها ستكون سلبية على عدن بالذات، وبالتالي وكأن احنا نخلق كيانات موازية مضادة لفكرة الدولة، وهم لن يشكلوا حتى دولة بالشكل اللي هم يطمحوا إليه كما ظهرت في المجلس الانتقالي. يعني الحزام الأمني والقوة العسكرية الموجودة بعدن بحاجة إلى إعادة ترتيب كامل وبشكل واضح بما يحمي الشرعية ويحمي الأمن ويحمي أهداف المعركة، أما الاتجاه باتجاهات أخرى فليس إلا يعني تحقيق مطامح شخصية أو لصالح تكوينات، وهذا ولن يقدموا لعدن شيء، ربما حتى تجميد أوضاع تطبيع المناطق المحررة إذا استمر الوضع كما هو عليه.
نعم، إذا شكرا جزيلا لك دكتور نجيب غلاب رئيس المنتدى منتدى الجزيرة العربية للدراسات، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. عودة إليك أستاذ حسن، يعني برأيك أستاذ حسن التحالف العربي هل سيلعب دورا مهما في مسألة حضور الدولة في العاصمة المؤقتة؟ لابد، يعني المصير أصبحت مصير التحالف، مصير المملكة العربية السعودية، مصير دول الخليج. ما يحدث في عدن، عدن مربط الفرس، يعني إن أهملتها الجزيرة كلها ستضرب، يعني حقيقة، لأن المدخل البحري وباب المندب لو ترك لهؤلاء يعني نقول المغامرين، وهم أيضا يعملوا الأجندة خارجية، يعملوا أجندة إيران والإمارات والدول الثانية، لو ترك لهم المجال لخربوا كل ما فعله التحالف، وأيضا يقوي أيضا فكر اسمه يقوي مطالب عفاش والحوثي. فإذا التحالف هنا مطالب، مش مطالب، هم أكيد يعرفون أن هذه مسألة يعني بالنسبة لهم تعتبر طعنة في ظهر التحالف نفسه. في بيان الرئيس عبد ربه قدم المدح للمملكة العربية السعودية، ودليل واضح ولم يقدمه للإمارات على أساس أن هذه الطعنة طعنت السير المسير اللي احنا الان ماشيين فيها في محاربه عفاش والحوثي. التحالف والدليل على هذا ايضا دليل اخر استدعاء الزبيدي للسعوديه دي يعني عمليه تسكين، يبقى هنا مؤقتا حتى يتم تسويه الامور. الان المجلس العسكري، المجلس الموجود في ذا هو لا يستطيع ان يدير نفسه، تديره حقيقه تديره الامارات. نعم. هو لا يستطيع، لا يوجد بينهم على فكرة سياسيين كبار محنكين من حق السابق، لا يوجد، شوية عساكر وشوية مجاميع وبن بريك اللي هو محافظ حضرموت ينادي بعض الأحيان هناك في داخل حضرموت، اليوم مع المجلس وبكرة مع الشرعية، ولا يأتي بقرار. ولكن في نفس الوقت محافظ على منطقة حضرموت، لكن عدن ممكن المغامرة بعدن، ممكن المغامرة بمصالح عدن، ممكن إغلاق عدن. الآن المجامع 21 مايو كله لا ظهر عدن، طيب من يدفع الثمن؟ من يدفع الثمن؟ ولهذا أنا أنادي، يعني إذا يعني اللعبة واضحة ومكشوفة مكشوفة. أستاذ حسن، يعني لماذا السعودية يعني بحكم أنها هي من تقود التحالف رغم معرفتها بما تصنعه الإمارات في عدن، هناك من يقول أن هناك تواطؤ تحت الطاولة بين دولتين، يعني لأن هناك في نهاية الأمر مصالح كبرى تجمعهما، لا يمكن أن يحدث بينهما خلاف على هذه المسألة. أعتقد أنه من أكبر المصالح عند المملكة العربية السعودية السكون أو الهدوء في اليمن، هذه أكبر مصالح ممكن لازم تحافظ عليها المملكة العربية السعودية، ليس مصلحتها مع يعني ليس مصلحتها مع الإمارات، لكن يعني ما يحدث، أنا أعتقد مصلحتها مع اليمن أكثر مع الإمارات. الإمارات ليس منها ضرر لو تركتها، ما تنضر السعودية، لكن لو تركت اليمن بتنضر السعودية. هذه لازم، هذه قاعدة يعني جغرافية وسياسية، أن الضرر الحقيقي سيأتي يعني إذا أهملت. لماذا لا تضغط السعودية على الإمارات بهذا الشكل؟ لماذا لا تضغط السعودية على الإمارات؟ هل الإمارات نفسها قرارها بيدها؟ يعني الإمارات تحاول أن تكون شيء بالأموال اللي معها. الإمارات تخشى أيضا، احنا لازم نفهم الموضوع موضوع ايضا اقتصادي، نحن نمتلك 2700 كيلو متر ساحل، معانا منطقه يعني عدن ميناء خطير يعني يعتبر عالمي، لو فتح هذا سيسحب كل الاعمال التجاريه. كان معانا مدينه النور، كان ستحول باب المندب كله لارصفه تجاريه. ساحل البحر العربي هذا يعني محمي من كل المشاكل، فهذا كله مؤهلات يعني اليمن تتحول الى 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 رصيف تجاري كبير من 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 المهراء الى 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 الحديده. هذا كله رصيف تجاري، يعني حركه تجاريه للعالم كله وليس لحد. ولهذا الامارات تفكر بهذه الجوانب، انه سيهمل، لان جبل علي حسن توصلي من الامارات يعني حوالي 2500 كيلو رايح جاي للسفن، ستوفر هذه السفن مخازن تتحول لهذا. هذا من ناحيه تجاريه، ومن ناحيه اخرى هناك الله اعلم، نحن هذا تاويل سياسي، ربما بريطانيا لها يد في الموضوع كله هذا. بريطانيا هي من سلمت الامور في البدايه الامارات. احنا الان في عدن نحن لا نعاني من كما يقولوا القضية الجنوبية، القضية الجنوبية من سنة 67 وليس من سنة 1994 كما يقال، هي من سنة 67 من يوم أن تسلم هؤلاء الحكم، وعدن تعاني، عدن عانت كثير من وإلى اليوم لم تجد الراحة.
ولهذا نقول إنه التحالف لا بد له أن، وأنا في نقطة كمان لازم ذكرتها، أن يوم الأحد القادم في هناك مؤتمر دولي مع أمريكا وكذا، ربما تؤجل المملكة العربية السعودية هذه الآن حلول هذه المشاكل حتى تنتهي من المؤتمر الذي سيكون مع ترامب مع الجماعة يعني العرب الرؤساء العرب الذي المرتقب يوم الأحد بإذن الله. فيعني ربما يطلب التأجيل، ومن باب رد الجميل يجب على هذا اسمه المركز المجلس اللي تشكلوه أن يرد الجميل للمملكة العربية السعودية التي دعمتهم بالمال وبالرجال وحررتهم، هم لم يحرروا. فمن باب رد الجميل يجب أن يقفوا شوية يعني من يعني لا يسبب لها صداع وألم. ولمح هنا أيضا عبد العزيز اسمه عيدروس الزبيدي انتقم لنفسه. طيب قبل هو يقول أن هو قائد المقاومة الجنوبية، من كان يقود المقاومة الجنوبية حقيقة؟ كان يقودها مجلس برئاسة وكيل محافظة عدن نايف البكري، ثم جاء قرار بإبعاده من المحافظة فانسحب بهدوء، لم يرتكب ما ارتكبه هذا نايف. فيعني طبعا إذا بدأت الموضوع الحزام الأمني، الموضوع طويل حق الحزام الأمني، يعني نباشر قبل يعني ربما بعد الفاصل استاذ حسن، ولكن قبل ذلك يعني النقاشات التي تدور في الرياض الان، هل يعني ستسفر عن شيء ما برايك، خصوصا بالاجراءات الاخيره المعروف بالمجلس الانتقالي، ام يعني مجرد التسكين والتهدئ هو ما النقاش مع من؟ السؤال النقاش مع من؟ الدوله التي يتكلم عليها الحراك، الدوله يستعيدها الان عبد ربه، يعني يستعيد رئيس الدوله والشرعيه تستعيد الدوله الحقيقيه. هؤلاء يتكلمون عن دولة لا ندري ما هي الدولة التي يريدونها، الدولة الجنوبية، حتى لا يعترفون بالدولة الجنوبية التي قبل الوحدة، لا يسمونها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، يقولون الجنوب العربي. ما فيش كان دولة اسمها الجنوب العربي قبل الوحدة، يعني استعادتها، من هذه الدولة التي يستعيدونها؟ هذه كل المسميات من باب لأنه حتى لو أرادوا يعودوا للجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية فبيتصادموا مع ما ارتكبته هذه الجمهورية في حق أبناء الجنوب أنفسهم حينما حكمت 25 سنة ولم يستفيد منها الجنوبيين بالخالص، فهم خائفين من هذه أيضا. شوفي هذه هي مسائل هي تاريخية، فلهذا انتقلوا إلى مرحلة أخرى. وأيضا في هناك ناس لا يقبلون الاشتراكية، الدولة الاشتراكية، فعشان يدخل ينخرطوا في هذا الحراك سموا مسمى جديد اسمه الجنوب العربي. هم يريدون يستعيدوا جنوب عربي لصالح من؟ حتى لمن نسلمه؟ لمن تستعيدوا من من؟ انت يقول نستعيد دولة من من تستعيد الان الدوله كلها يعني ما بحد زي ما يقول الناس، فتستعيدها انت من من تجي تاخذ الدوله؟ رئيس الجمهوريه الان يستعيد الدوله من الانقلابيين الحقيقيين اللي هم الحوثيين ولا لا، فانت تريد تستعيدها من من؟ انت واحد من الاطراف الذين قاتلوا من ضمن المقاومه، انت يا عيدروس الزبيدي كنت فقط مسؤول على بوابه الضالع وليس عدن. عدن كان لها رجالها يقاتلون، السلفيين والإصلاحيين وأبناء عدن والحراك اللي كان في عدن، كل هؤلاء شكلوا فريق من 12 واحد، يعني فلست أنت المسؤول. والدليل على ذلك هو يقول هو قائد القيادة الجنوبية، أنا الصبيحة واقفين ضدك، يعني وهم يعتبروا البوابة الصبيحة العلمي مثل أصحاب مأرب، حماية عدن كانت من قبل الصبيحة وليس من المناطق الأخرى. إلى اليوم هم في نهاية الأمر، يعني المعركة ليست بعيدة حتى لا ننسى تفاصيلها. نعم. إذن اسمح لنا أستاذ حسن أنت أستاذ المشاهدين أن نذهب لهذا الفصل القصير ثم نعود إليكم. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مره اخرى استاذ حسن. استاذ حسن، يعني لو تحدثنا عن الحضور الامني والخدماتي في عدن ايضا، خاصه مع قدوم رمضان وشهر الصيف، يعني هل يمكن ان يلمس المواطن بعض التحسن، يعني ام ان الاحداث السياسيه سيكون لها تاثير على حياه المواطنين، خاصه يعني قبل تقريبا اسبوعين او ثلاثه يعني كان هناك وعد من الحكومه بتحسن يعني الكهرباء بواقع 60 ميجاوات، ولكن للأسف يعني أهلنا في عدن من نتواصل بهم قيل بأنه يعني كانت تولع 3 ساعات وتطفى 3 ساعات، الآن تولع ساعة وتطفى 5 ساعات. يعني اليوم نكتة توصل يقول يمكن كنا 3 ساعات بعدين ساعتين وبعدين ساعة، والمنتظرين يعطونا رنة يقولوا منقفل. فالموضوع أصلا موضوع 60 ميجاوات هذه كان انتهت منها الشركة التركية، بقى هناك عرقلات
في اللمسات الأخيرة هي الدولة القطرية دفعت ثمنها. نعم. هذه موجودة وبنى الشركة يعني معروفة وبنت هذا وكان بيفتتحها موصول المحافظ بتدخل بلاد انتعي 60 ميجاوات. الآن العجز في عدن 240 ميجاوات العجز الكامل الموجود. عدن تحتاج إلى 400 ميجاوات بشكل عام، عدن مع وصول الضالع قعار وكذا 400 ميجاوات ما يستهلك الآن، يعني معانا عجز 240 ميجاوات. كان 60% ستأتي هذه بتخفف بتحسن الربع، يعني ربع العجز بتحسن الفترة. وإلى جانب شراء 300 ميجاوات لمدة أو 100 ميجاوات لمدة سنتين بحيث أن تغطي العجز ويصبح المواطن في يعني المواطنين يمارسون حياتهم الطبيعيه. الى الان نحن الى الان سنتين لا نمارس حياه طبيعيه بالخالص، وقبله كان اصلا كارثه فلم تمارس حياه طبيعيه. الناس اليوم في الحر يعني صحيح. بشكل مصوري. ولما الان قلتي يتحسن، من بيحسنون؟ هل من هؤلاء لم يحسنون غير عوده الشرعيه؟ يرجع الاخ الرئيس، ترجع المحافظ. الحكومه المحافظ على راسهم يرجعوا وعندهم قوه حمايه دون اذيه ودون كذا، وهذه بالامكان قوة حماية بالإمكان، ما هي صعبة. المواطن اليوم سيقف مع الدولة. لعلمك يوم ما وصل المحافظ منع المواطنين من القدوم إلى المطار والصحف. لماذا؟ حتى لا يرون الناس بهجة المواطنين بهذا المحافظ الجديد، لأنه سيحقق لهم مطالبهم. المواطن ما الشعارات شبعنا من يتعلق بأمل، يعني أمل يريد أن يغير الوضع اللي فيه. المواطنين أصبحوا في يعني حالة، والله حالة تعيسة. لكن الصبر سبحان الله، صبر اليمن بشكل عام، اليمني نعم، اليمني يعني بشكل أثبت عام. أثبت تروح الحديدة، تروحي تعز، تروحي كذا، حتى في صعدة، حتى اليمنيين صابرين على أمل. نحن لا نريد مثل هؤلاء المغامرين يضيعوا علينا الأمل. باقي معنا كان شوية الحوثيين وعلي نخلص منه وعصاباتهم، يطلعوا لنا هؤلاء من وسط الشرعية. كنا يعني نؤمل فيهم، نحن رغم أنه كان لنا وقت نظر فيهم أن هؤلاء لا يأتون بخير، لكن لعل وعسى. ولكن يعني الأمل بإذن الله تعالى سيتحقق قبل رمضان بإذن الله. لابد من خطوات عملية بعد الأسبوع القادم أو خلال يومين، هذه تتخذ إجراءات عملية تنقذ المواطن في عدن من حالة يعني الكارثة اللي هو فيها، من حالة مرضية، من حالة يعني ما يستطيع يمارس حياته. صدق لا حياة. إذا لو تحدثنا عن الحزام الأمني أستاذ حسن. الحزام الأمني هذه قصة يعني هي يد ضاربة بيد الإمارات. قوة النخبة في حضرموت والحزام الأمني في عدن. قوة النخبة مجموعة عسكرية فاجأت الناس بحضورها، وكان تدريب طبعا خارج يعني إطار بشراف أمريكي إماراتي. هذه النخبة الآن 100% السيطرة عليها إماراتية، مهما قال محافظ حضرموت أو شيء. ومشاكلهم الآن مع اللواء الأول اسم المنطقة الأولى في داخل حضرموت، وأنها هي من تصدر الآن الإرهاب. يراد من هذه المنطقة أن القيادة العسكرية اللي هناك أن تنسحب من المشهد حتى يسيطر قوة النخبة اللي هي تبع الإمارات. هذه القوة شكلت مثلها في الحزام الأمني. من الكادر الذي مستعد أنه يشكل حزام أمني ويكون يد طبعا الاستعانة بهاني من بريك كشخصية يعني تسمع وتطيع، ومن أول يوم قسم له لبس العباءة للأسف الشديد، واستنكر العالم كل هذا الكلام العباءة الإماراتية وكأنه إماراتي وليس يمني، ويقسم اليمين أمام الرئيس، وبالأخير ينقلب ويريد الآن يشكل كمان مجلس عسكري. هذا الحزام الأمني تم تشكيله من عناصر طبعا منها بريئة حقيقة، في منها براءة يعني من الموضوع، ومنها لا ليس براءة، دفع لها مبالغ كبيرة. أصبحت كيف أنت تشكل حزام أمني في ظل وجود وزير داخلية وظل قوة عسكرية، الوية عسكرية موجودة؟ ما حاجة أناقشها بشكل أوسع بعد أن انضم إلينا من عدن الأستاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية والإعلام. مساء الخير أستاذ باسم. مساء النور. هلا وسهلا أستاذ باسم. لو تحدثنا عن البيت السياسي في عدن، هل يحتاج برأيك إلى إعادة ترتيب من الداخل يعني أم إلى خطوات جادة من قبل الشرعية؟ في الحقيقة يعني الوضع السياسي
في عدن، يعني يحتاج إلى إعادة ترتيب من جديد. هناك في الحقيقة مرض تفشى في عدن، وهو مرض غياب السلطة السياسية في البلاد. وبالتالي عندما نتحدث عن الأعراض التي تظهر في مشهد مدينة عدن، نجد أن السبب الرئيسي هو غياب القيادة السياسية وغياب الحكومة، الغياب الفاعل للقيادة السياسية والغياب الفاعل للحكومة الشرعية في مدينة عدن. هذا الفراغ الكبير الذي تركته القيادة السياسية والحكومة الشرعية أدى إلى برود كل هذه الأعراض السياسية، من تشكيل مجلس انتقالي إلى الاعتصام في الساحات المطالبة ب يعني القتلى والمجرمين الذين يقتلون الأبرياء، إلى المطالبة بالخدمات العامة في البلد، إلى أيضا يعني المطالبة بالرواتب الشهرية، إلى أيضا يعني المطالبة بمحاصرة مرض الكوليرا والحمى الضنك في مدينة عدن. كل هذه الأعراض التي ظهرت في مشهد مدينة عدن، السبب الرئيسي له هو غياب فاعل للقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الرب المنصور هادي، وغياب فاعل للحكومة الشرعية في مدينة عدن. هاتان المؤسستان لم تستطيع إلى الآن مؤسسة العمل السياسي في مدينة عدن، وأيضا العمل العام مع الجماهير، وأيضا مع يعني المؤسسات استعادة مؤسسات الدولة وتشكيل منظومة تنسيق مشترك بين السلطة المحلية والمؤسسة الرئاسة والحكومة وأيضا التحالف العربي. هذا ترك حالة من التنافر بين القوى الموجودة في مدينة عدن، انعكس بصورة سلبية على حياة الناس وأيضا على يعني الوضع الأمني والوضع الخدماتي وغياب المنظومة القضاء والنيابة العامة في مدينة عدن. نعم، إذا ما هي العوائق التي تراها أنت أمام حضور الدولة وملء الفراغ الحاصل والغياب الذي تتحدث عنه؟ لا توجد إرادة سياسية لدى القيادة السياسية. أنا في الحقيقة كمراقب محلل سياسي أستغرب تماما مرور عامان الآن منذ تحرير مدينة عدن، والقيادة السياسية لا تريد البقاء في مدينة عدن ولا تريد ممارسة مهامها وصلاحياتها في مدينة عدن. هذه سلطة الرئاسة وسلطة الحكومة هي السلطتان المركزيتان القويتان في مشهد العاصمة عدن ومشهد اليمن بشكل عام. ينبغي أن تفرضا حضورهما السياسي وحضورهما يعني الاقتصادي والأمني ذلك بالقوة في مدينة عدن، لكن للأسف الشديد هناك نقوض من قبل القيادة السياسية وحكومة الشرعية. هناك يعني تخلي عن مسؤوليات يعني هي هامة جدا ينبغي أن تكون موجودة. هناك يعني تضخيم للخصوم في مدينة عدن وتحويلهم إلى حالة صنمية كبيرة جدا، بالتالي يدفع القيادة السياسية والحكومة الشرعية للهروب إلى العاصمة السعودية الرياض وممارسة مهامهم من هناك في حالة من الشلل التام. يعني تصيب هذه القيادة السياسية والحكومة الشرعية وأيضا تصيب الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والخدمات في مدينة عدن. نعم، إذا أستاذ باسم، يعني وأنت مطلع ومراقب للوضع هناك، برأيك هل الشارع الجنوبي مع حضور الدولة أم أنه على الضد من هذا الحضور؟ الشارع الجنوبي مع حضور الدولة مش من الآن، وإنما منذ بدأت ثورات الحراك الجنوبي في 2007. الناس خرجت إلى الساحات تطالب بالدولة، وعندما أخفقت الدولة أو النظام السابق من الحضور في مشهد الحياة العامة للناس في مدينة عدن، ذهب الناس للمطالبة بدولة الجنوب السابقة. لعل وعسى في عودة هذه الدولة تعود وظيفة الدولة لممارسة مهامها بشكل منظم وبشكل يعني يستطيع الناس أن يضمنوا حياة كريمة ومستقبل مأمول لأطفالهم. الآن عندما حدثت كل هذه التحولات من ثورة الحراك الجنوبي إلى ثورة الشباب الشعبية إلى المقاومة السياسية، أنتجت يعني قوى سياسية هي من رحم النظام السابق، ولكن الجماهير
يعني تعاطت مع هذه القوى السياسيه برئاسه الرئيس عبد الرب منصور هادي ومع الحكومه الشرعيه برئاسه احمد عبيد بن دغ، رغم ان هؤلاء كانوا عنصران فاعلان في النظام السابق للرئيس علي عبد الله الصالح، وكان من ضمن يعني الادوات التي تسببت بكافه ما حصل في الجنوب والشمال بشكل عام، لكن مع ذلك تقبلت الجماهير هاتان الشخصيتان لعل وعسى ان يعيد ترتيب البيت اليمني من جديد وان ينتج شروط حقيقيه لعداله ومساواه وامن وكرامه وتحريك الحياه السياسيه من جديد، لكن للاسف الشديد هناك اخفاق كبير من قبل هذه القوى السياسيه في مشهد مدينه عدن، الامر الذي يدفع الناس الان من جديد للمطالبه بالعوده الى الساحات للمطالبه بدولة الجنوب الصادقة. الفراغ الذي تتركه الشرعية اليمنية هو ينتج مطالب كارثية لدى الناس، وبالتالي يعني ينبغي يعني عدم السماح بتمدد هذا الفراغ وتوسعه أكثر. عودة الرئيس عبد الرب منصور هادي والحكومة الشرعية لمدينة عدن مطلب جماهيري وشعبي، ولكن ألا تكون عودة فقط للجلوس في قصر معاشيق، وإنما عودة إلى عمل مع الناس وحل كافة القضايا التي تتصدر أولويات حياتهم في مدينة عدن، منها قضية الأمن والخدمات، قضية فتح المحاكم، قضية تقديم يعني السجناء، قضية يعني الصحة العامة، كل هذه القضايا تحتاج إلى إرادة سياسية قوية. إذا وجدت هذه الإرادة السياسية بالتالي سوف تحمل الناس الشرعية اليمنية على ظهورها وسوف ترحب بوجودها في عدن وفي كافة المناطق اليمنية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك أستاذ باسم الشعبي رئيس مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ حسن، يعني ربما اختلفت قليلا مع ما طرحه الأستاذ باسم خاصة فيما يتعلق مسألة الإرادة السياسية وعدم جدية الدولة في حضورها في عدن. يعني احنا نقول عدم جدية الدولة هذا مش صحيح. المحافظ السابق هيدروس الزبيدي ومن حوله من القوى الأمنية مارسوا أساسا إرهاب ضد الوزراء، حتى أنت عارفة أنا أعرف وزير من الوزراء من الوزراء لأنه بس من المناطق الشمالية لا يستطيع أن ينزل إلى سوق في عدن إلى أي مكان في عدن. لماذا؟ لأنه في هناك إرهاب فكري أن هذا وزير شمالي، يعني لهي الدرجة وصلوا يعني يقاوموا الدولة. فحتى الجنوبي الوزير يعني يعادى إلا أن يكون يميل للحراك. هناك أساسا مورست هذه الضغوطات على الحكومة ألا تنزل تمارس عملها في 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 في, في أوساط الجماهير. كل المطالب قالها القضاء والشرطة والأمن ودي كانت أيضا من صلاحيات المحافظ، لماذا لم يفعل بها؟ لماذا سنة أكثر من سنة ونصف وهو لم يحرك لا رضى يعني لا تحرك القضاء ولا المحاكم؟ يعني ولا كان دائما الحديث عن عدم وجود ميزانية، عدم اعطاء ميزانية. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الميزانية توفرت بالمليارات، الدول الخليج جزاهم الله خير ما قصروا معنا. كيف الميزانية مش متوفرة؟ متوفرة للسلطة المحلية ام للحكومة؟ للسلطة المحلية والحكومة. السلطة المحلية اعطيت من الميزانية الكبيرة ولكن غيبت الميزانية، غيبت للأسف الشديد في محاسبات بتكون مستقبلية. يعني أعطيت الفرصة الآن، التباكي على الفرصة الفائتة ما ينفعش الآن. طيب إذا كان هذا الكلام هو المطلوب المحاكم، لماذا لم يعطى للمفلحي الآن الفرصة؟ إنه هو أجا وعد الناس، وإنسان هو تكنوقراط مش هو إنسان حتى سياسي، قال أنا لا تكلمين عن السياسة سأنمي عدن. حتى لا تحصل هناك مقارنة بين ما يفعله سيفعله المفلحي مع ما فعله زبيدي، قال لابد من محاربة المفلحي حتى لا تتم المقارنة. والله إن اللي أجا أصلح واللي فات مات، يعني ما عملش حاجة وخرب الدنيا وراحت الفلوس باي باي. يعني هذا هو الموجود اللي كان في عدن، كان ممكن يصلحوا أشياء كثيرة، فوت الفرصة وكان الناس بتلتف معاهم. لكن الغباء، أنا صدق أسميه غباء، حتى يعني يا أما أنه طاعة ولي الأمر الذي هو كان ليس عبد ربه، طاعة من يمولهم، فهو كان يريد هذا الوضع يبقى كارثي في عدن وفي المناطق اليمنية بشكل عام حتى هو يعيد ترتيباته واللي بالمفتوح هكذا دولة الإمارات ومن وراءها. هؤلاء يريدوا أن الوضع يبقى هكذا مترهل وعدم الاستقرار لإعادة ترتيبات كثيرة ومنها مصالح. يعني اليوم نحن يعني السب يتم على الحكومة والشرعية لكن الإمارات يمدحوها. طيب الإمارات عندك أحمد علي، نحن طالب لهم 12 مليار عنده قاعد يستثمرها في داخل
لماذا الإمارات لم يعني محتفظة بأحمد علي ولم تقدمه للمحاكمة ويعني تؤهله لماذا؟ اليوم في عدن كل الممتلكات حق علي عبد الله صالح وابنه أين هي؟ لماذا الحراك لا يحصرها؟ لماذا يظهرها لنا في الساحة؟ هل تتم حمايتها؟ يعني يقولوا أين هي؟ أنت يا محافظ قلت سنة ونصف محافظ قل لي الآن فين أملاك علي عبد الله صالح وهي موجودة؟ من يحميها؟ أليست الحزمة الأمنية وما شابهها؟ يعني لو رجع الآن الحزام الأمني ونشاطه الآن نشاط الحزام الأمني للأسف الشديد يعني نشاط ضد مصلحة عدن وارتكب من الجرائم. أولا تمزيق النسيج اليمني حين يعني قام بطرد الإخوة من تعز وقبل ما يقوم بطردهم وسجنهم يعني تم اغتيال مدير السجن الذي كان متعاطف مدير السجن السابق اغتيل يعني السابق وتم بعد العمليات هذه. الزعيم السلفي الراوي رحمة الله عليه وعبد الرحمن العدني كانوا معترضين هذا الحزام الأمني ومعترضين هاري بن بريك لأنه يعني هذه الطريقة رفضوها الطاعة لله وكانوا هم مع الشرعية فقام تصفيتهم بطريقة بشعة وقتلهم واغتيال واحد من قيادة الإصلاح أيضا واغتيالات تمت والتصفيات الجسدية من أجل الإرهاب أرهبوا الناس وعلى رأسهم المحافظ الأولي رحمة الله عليه. إلى يوم فين الحقيقة؟ من اغتال هذا الرجل بهذه الطريقة البشعة؟ معروفين هم معروفين من اغتاله لأجل يأتوا هؤلاء ومع هذا الناس بتنزي لو كان جاءت يعني لكن الحزام الأمني الآن شغال بطريقة معادية. أنا أريد أذكر الشعبي إذا كان يسمعنا الآن لما يقول من يمنع الدولة؟ من منع الرئيس عبد ربه من نزول الطائرة؟ من منعها؟ ألم يمنع الرئيس من نزول مطار عدن وثم غادر إلى سقطرة بالطائرة؟ من منعه؟ الحزام الأمني المتواجد في المطار منع بأوامر قصة منع عبد ربه من نزول إلى مطار عدن وهذه باقي الآن يعني عليها غصة. يعني من يمنع رئيس الدولة من مزاولة عمله في عدن؟ منعته قوة أمنية بسيطة يعني تم تشكيلها عبر أطر غير قانونية. الحزام الأمني غير قانوني، استولى على معسكرات غير قانونية، الأشخاص الذي كونهم أساسا بطريقة عشوائية خاصة يعني حتى لا يخضعون غير خاضعين للمقاييس يعني القانونية والحكومية والأمنية والمقاييس العسكرية والمقاييس مقاييس خاصة يعني وكأنهم دولة مختلفة بنظامها. أيوة ويراد بهم يعني عصا للضرب ولكن هم يستطاع يعني في إمكانية لمهم ما همش ذاك الضربة يعني خلاص ليسوا بالقوة ليسوا بالقوة يعني 3000 واحد مع في موجودين ضدهم 30-40 ألف واحد ليس يعني الموضوع سهل بس لكن الدولة تفكر بطريقة ثانية وهم يفكرون بطريقة ثانية وهم يفكرون بطريقة عشوائية لكن ممكن تفكيكهم يعني تفكيكهم ممكن يعني شوية معسكرات منع الميزانية عنهم رغم الميزانية توصل لهم من هذا مباشرة لكن يستطاع اليوم إحالة هاني البكري إلى هاني بن بريك إلى التحقيق ليس من فراغ هناك أوراق في أشياء يعني ارتكبوها نعم. لماذا هو يحال التحقيق وغيره لا يحال أكيد في هناك مصائب نعم. إذن شكرا جزيلا لك أستاذ حسن مغلس المحلل السياسي كنت معنا في هذا المساء اليمني لهذه الليلة أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم لن ألتقيكم في الأسبوع المقبل كونوا برعاية الله وأمنه.